مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، البرنامج المعني بالتواصل المباشر مع جمهور قناة بلقيس، لنتيح لكم فرصة لطرح قضاياكم ونتشارك معكم الهموم والأكثر إلحاحا. في حلقة اليوم من برنامج المنصة سنناقش في المحور الأول قضية هامة تتمثل في التدهور الحاصل للخدمات الصحية وأثر ذلك على حياة الناس، وما حجم المعاناة التي يعيشها المتضررون نتيجة ضعف أو انعدام الخدمات الصحية. في المحور الثاني سنتناول أيضا قضية مهمة وهي هجرة الكفاءات الوطنية، الأسباب والدوافع والتداعيات الناتجة عن ذلك. وفي المحورين ستشاركون مباشرة من خلال الاتصال وأيضا من خلال منصات التواصل عبر العناوين والروابط الظاهرة تباعا على الشاشة. في المحور الأول كما قلنا سنتناول قضية عمومية تتعلق بحياة الناس وهي تدهور الخدمات الصحية، خصوصا في الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن. ما الأسباب التي وصلت الوضع الصحي لما هو عليه، حدا يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال ويمس حياة ملايين المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة التي يفترض أن تكون في متناول الجميع. ريما نموذج للمحافظات التي تعاني مع أنها ليست مسرح لأي عمليات عسكرية، وهي تعكس حالة الإهمال والقصور الرسمي لتغطية الاحتياجات الصحية. لن نبحث عن الطرف المسؤول، فالمعطيات تحكي كل شيء، لكننا معنيون بنقاش الآثار المترتبة عن ذلك وتداعيات التي تنعكس على حياة الناس، سيما الفئات الفقيرة التي تعجز عن توفير ما تحتاجه من علاج. عن هذا الموضوع نعرض التقرير التالي الذي أعده الزميل علي الجرادي. يسألونك عن الصحة في ريمة، قل هي المعلول والأسقام المزمنة في أيام وأعوام سكانها الصابرين. قد لا يكون هذا المرفق هو الشاهد الوحيد على كارثية الوضع الصحي الذي تعيشه ريمة، لكنه يكاد أن يختصر أمامنا الطريق إلى قلب المأساة برمتها. فمنذ 15 عاما على الأقل شيد هذا المبنى لخدمة ما يقارب 90,000 نسمة هم إجمالي مديرية السلفية، ووفق مواصفات تكفي لأن يشكل مرفقا نموذجيا يعفيهم العناء الاضطراري للوصول إلى مستشفيات المدن الرئيسة، أو في أقل الأحوال يضع حدا لحالات الوفيات المتعذر إنقاذها في الحالة الطارئة والحرجة. تقول كاميرتنا المتنقلة في الأروقة أن كل هذا تبخر. وعوضا عن الصورة في الداخل حيث لا معدات ولا أجهزة ولا أطباء ولا أدوية، فقط مختبر ومخبري وحيداني لمهمة فحص جرائح الدم، تنبئ الصورة في الخارج كيف تحول هذا المرفق الصحي إلى استبل للحيوانات. والمعاناة عندما تأتي حالة وأكثر النساء نزيف بعد الولادة يضطر إلى نقله إلى المدن، ثم إلى ذمار أو إلى صنعاء، يعني قد يتوفى في منتصف الطريق، ونحن كإدارة أو كقدرة فنية قادرين على تقديم هذه الخدمة ما عدا أن توفر الأجهزة. وكما ترون الأجهزة متواضعة بدائية لا تلقى إلى حجم المستشفى وحجم الزمام السكاني المحيط بالمستشفى. أكثر من كل ذلك قسوة وبشاعة أن هناك موازنة تشغيلية للمرفق، كما تضم كشوفاته عشرات الموظفين أغلبهم لا يعرفون الطريق إلى موقعه، فضلا عن إدارته التي قيل لنا أنك مهاجرة في إحدى دول الخليج. ومثلما يظهر التعبير المزعج للناس هنا عن غياب دور السلطات في المحافظة تجاه واقعهم كابدون فيه أمراضهم ويتعذر حصولهم على أبسط الخدمات الصحية، يتفق الصحي الوحيد المتواجد أن وضعية هذا المرفق لا تلبي مواجهة ظروف التدني الصحي في حياة السكان ومعاناتهم المتفاقمة، خصوصا فئة النساء والأطفال. تبدو حالة اضطرارية حملت هذا الطفل ليكون الزائر الوحيد لهذا المرفق، وتنبئ حالته الصحية عن مضاعفات إصابته بالحمى والتهابات الصدر حد تعثر رئتيه عن التنفس، ما يعني حاجته إلى إنعاش بالأكسجين ولا أكسجين هنا، غير أن حقنة في وريد الطفل هي الممكن وسط فقدان الشيء والارتباكة الذاكرة في ملامح الصحي الوحيد. ولد هذا المرفق الصحي ميتا، وكغيره من المرافق الصحية بقي شاكدا حيا على وضع صحي كارثي تعيشه ريمة. وبرغم إعلانك محافظة منذ ما يصل 10 سنوات، لكن واقعها الصحي ظل معلولا وبلا صحة. علي الجرادي، قناة بلقيس، ريمة.
إذا تابعنا هذا التقرير لعلي الجرادي من ريما، وهو يعكس ربما حالة تدهور الوضع الصحي في ريما كنموذج. أود الإشارة فقط أنه بدء من هذه الحلقة هناك إضافة لأرقام اتصالات محلية، بإمكانكم المشاركة والتواصل معنا من خلال هذين الرقمين وهم يظهران على يمين الشاشة كتنويه، وسيكون دائما معنا على الشاشة لتذكيركم بإمكان التواصل معنا. هناك رقمين محليين بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من اليمن بالتكلفة المحلية دون أي تكلفة إضافية على المشاهدين، إضافة أيضا إلى الرقم الدولي وخدمة الإيمو، وأيضا بإمكانكم المشاركة معنا دائما من خلال التفاعل مع صفحتنا على الفيسبوك، صفحة البرنامج وصفحة قناة بلقيس على الهواء مباشرة أثناء بث البرنامج. بإمكان قراءة تعليقاتكم ومشاركاتكم على الهواء مباشرة. لدينا اتصال أول في هذه الحلقة حول موضوع تدهور الخدمات الصحية، كمال الشاوش من ريما. أهلا بك كمال. السلام عليكم. أهلا بك كمال، تابعنا تقرير من ريما يعكس حالة تدهور الوضع الصحي في اليمن، ربما ريما كانت نموذج لهذا الوضع مع أنها لا تشهد أي عمليات عسكرية، لكن شاهدنا الوضع كيف يبدو، الوضع التدهور الصحي. باعتقادك أنت أيضا كمعلومات إضافية، ما هي أهم مظاهر هذا التدهور الصحي من وجهة نظرك؟ طبعا مساءك يا أخي سامي أنت ومشاهدين الأعزاء، ربما أن محافظة ريما والعوامل الجغرافية ساعدت بشكل كبير على انتشار الأمراض، إضافة إلى أهمال السلطات المعنية وقصور المنظمات في أداء واجبها. وريما منطقة نائية عانت من تداول صحي مخيف. كمال بإمكانك ترفع صوتك قليل فقط؟ لو ترفع صوتك قليلا يعني. أقول لك أخي العزيز، وريما منطقة نائية عانت من تداول صحي مخيف، تمثل مؤخرا وقريبا جدا بتفشي 500 حالة كوليرا، منها 5 حالات توفت. يعني أضف إلى أن المحافظة تشهد قصور من جانب المنظمات التي لم تقوم بواجبها على النحو المطلوب. يبدو أيضا إضافة إلى أن مستشفى السلاية، يبدو أيضا كمال أن المحافظة أيضا مظلومة إعلاميا، يعني لم يسلط أحد في الإعلام الضوء على أن ريما كانت فيها حالات توفت بالكوليرا. يعني إعلاميا ربما هناك قصور لا تعود للإعلاميين لكن تعود للمؤسسات الإعلامية التي أو للجهات المسؤولة مباشرة بمحافظة المحافظة والسلطة المحلية. لم يكن هناك دور فعال بالتواصل مع الإعلاميين لإبراز هذه القضايا وعكسها على وسائل الإعلام، لكن المنظمات ساعدت أو ساهمت بشيء بسيط. أنت منظمة الصحة العالمية الذي وفرت وحدات العزل في مستشفى السلاية في بداية العام 2017، وكانت خطوة وبادرة جيدة جدا حول تأهيل المستشفى لاستقبال الحالات. كمال برأيك ما هي الحلول؟ لوقف هذا التدهور في الخدمة الصحية بشكل عام؟ أخي العزيز، الحلول وضع خطط وبرامج دقيقة جدا بالشراكة مع منظمات مجتمعية ومنظمات تنموية تساعد في وصول هذه المواد الصحية أو توفير هذه المواد الصحية بالأصح إلى مناطق التي لا توجد فيها خدمات صحية. مثلا هناك يموت الناس في مناطق بعيدة نتيجة لوعورة الطريق وعدم قدرتهم يكون الحالات إلى مستشفى أو مركز صحي، وتموت الناس في هذا الطريق. الحلول تتمثل يا أخي العزيز كما قلنا بفتح مراكز صحية في هذه الأماكن وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية. شكرا جزيلا لك كمال الشاوش، أذكر بإمكان التواصل معنا من خلال الأرقام المحلية، هذه الخدمة الإضافية والجديدة في برنامج المنصة، حتى تتواصلوا معنا بالتكلفة المحلية وتعرفة الاتصالات المحلية، وأيضا بإمكانكم التفاعل معنا مباشرة من خلال البث المباشر على صفحات القناة وصفحة البرنامج، وإبداء رأيكم حول مواضيع الحلقة وقراءة تعليقاتكم على الهواء مباشرة. الآن نذهب لنتابع معكم بعض المشاركات التي وصلتنا من بعض المشاهدين حول موضوع هذه الحلقة، عبروا في هذا الكليب الذي سنعرضه عن آرائهم الشخصية حول هذا الموضوع، نتابع. المحافظة تعاني من نقص الأدوية خصوصا أدوية النساء والولادة والأطفال وأدوية الباطنية، يعني المحافظة في وضع صحي يعني سيء للغاية. المحافظة يعني الآن بحاجة لمستشفيات مؤهلة والكادر الطبي مؤهل. بالنسبة للمستوصف الطبي الذي نعمل فيه
يتوفر لدينا كادر طبي متخصص، غير أننا نعاني من نقص الإمكانيات وعدم توفر في الأجهزة الحديثة، ولذلك نطالب الجهات المعنية. إلى حين توفر اتصالات حول هذا الموضوع والتواصل معكم، سنتابع أيضا بعض التعليقات التي وصلتنا عبر صفحة البرنامج، تعليقات على الفيسبوك حول الموضوع بإمكاننا قراءته. طيب، لدينا اتصال من الحديدة، الأخ محمد. محمد تفضل يا محمد. ألو. نعم يا أستاذ. أخ محمد، باعتقادك من هي الأك... نعم أستاذ. تسمعني بشكل واضح؟ أيوه. محمد، باعتقادك ما هي الفئات الأكثر تضرر من تدهور الصحة؟ أستاذ الحديث طبعا ما احنا في بلادنا الحبيبه من مشكلات من تعكيك للمقطوع للخدمات الصحيه ومن بلايا ومن امتحانات من كل ما يصير في هذه البلاد كلها يا استاذ. ما يجري في بلادنا الا الظلم، الظلم الزايد في البلاد، وبلادنا تعاني من الاوضاع وتعاني من الحروبات وتعاني من الاشكال هذه، فنسال الله عز وجل ان يخرجنا منها. طيب، برأيك ما هي الحلول لوقف هذا التدهور؟ طبعا أستاذ، ما يحدث في هذه الأوضاع الآن الراهنة من مشكلات ومن تقصير من الخدمات الصحية، إنها الظلم، ظلم الميليشيات التي قامت الآن بهذا التعجرف وبهذا التعنف في بلادنا الحبيب، وضعف الرواتب عندما اوقف الرواتب على الناس. لا ندري ايش الاسباب ولا ندري ايش يعلم محافظه الحديده، يعني تجوع، يعني اكثر المدرسين الان يعانون من الخدمات الصحيه، واكثر المستشفيات تعاني من الخدمات الصحيه، وكم من الناس الان مرضى، وكم منهم الان من يعاني، ولا ويعمل احاطه الاستاذ بان هناك مدرس من المدارس عدم او انتحر في احد المدارس، يعني كل منها كل ذلك اضاءه لوقف راتبه. يعني نحن الان نعاني في بلاد، فنناشد كل المنظمات ان تقوم بكل جديه لبلادنا. طيب، شكرا جزيلا لك محمد من الحديده. لدينا اتصال ام نذهب لاتصال اخر؟ محمد حسن من الحديده، اهلا اخي محمد، تفضل. تعليقك عن موضوع هذه الحلقة، التدهور الصحي في الخدمات، كيف يبدو الوضع الصحي في الحديدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مساء الخير، ونشكركم على هذه اللقاء الإنسانية الكريمة وإتاحة الفرصة لنا لننقل لكم معاناة الناس والحالة التي يعيشونها في هذه المحافظة المنكوبة التي أبناؤها يصارعون الموت بسبب الأمراض والأوبئة المنتشرة في هذه المحافظة. طبعا المستشفيات اصبحت تعاني من طيب محمد، لو ترفع صوتك قليلا، صوتك غير واضح عندي. الصحة. طبعا المستشفيات الناس هنا يصارعون الموت بسبب الامراض والاوبئه المنتشره في هذه المحافظه. المستشفيات اصبحت تعاني من ازدحام عدد المرضى، فاما الضنك والكوليرا اصبح كابوس يؤرق ابناء هذه المحافظه. والناس اصبحوا في حاله حلق وخوف شديد بسبب هذه الامراض الفتاكه. اضف الى ذلك ان هذه الامراض تظهر في هذه المحافظه بسبب نقص المناعه الناتج عن النجاعه وتدهور الحاله المعيشيه في هذه المحافظه. والان نحن مقدمون على فصل الصيف، وهذا نذير شؤم بالنسبه لنا بسبب انقطاع الكهرباء، لان حياه الكثيرين في خطر، وارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ظهور أمراض جلدية معدية كالجدري وغيرها من أمراض الفتاكة. ونحن بسبب هذه الحالة، فهذا ينذر، هذا نذير شؤم وينذر بحالة كارثية بامتياز. فنحن من خلالكم نناشد المنظمات العالمية والإنسانية بأن ينظروا إلينا بعين الرحمة والشفقة، وأن نكون ألو أسمعك محمد.
طيب فقدنا الاتصال يبدو بمحمد حسن من الحديدة، كان يتحدث عن الوضع الصحي في الحديدة كيف يبدو، وأيضا تحدث عن الأسباب لهذا التدهور. الآن نتابع معكم ونقرأ بعض من المشاركات التي وصلتنا من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك حول هذا الموضوع. المشاركة الأولى للأخ سامي باري يقول: لا وجود أصلا لأي برنامج صحي وطني حتى يكون هناك تدهور له، وبالنسبة لمعاناة المواطنين وتدهورها صحيا فهو نتاج طبيعي لتغييب البرنامج الوطني الكفيل بوضع مراحل تطوير في الجانب الصحي، والتي بدون شك ستنعكس إيجابا وتدريجيا لرفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني الذي أصبحت حالته يندى لها الجبين، وعلى الحكومة الشرعية أولا ممثلة بوزارة الصحة أن تضع البرنامج أولا، من ثم يأتي بعد ذلك دور المجتمع بوضع ملاحظاته لتفادي سلبيات البرنامج الصحي الوطني والتنفيذي. مشاركة أخرى، أبو صفوان يقول: هناك متاجرة بالمعاناة فقط، فوضع الناس يزداد السوء ولا نسمع إلا التنديد. المشاركة الثالثة للأخت نجوين ناصر تقول: وضع الصحي إضافة الوضع المادي لمرضى الضغط والقلب سيء جدا، والحالة مأساوية في ظل ارتفاع الأسعار، تعبت نفسيا من تخدير عقول المرضى بين القادم أجمل. مكتب الصحة إذ عندكم ضعيف، وسوء ترتيب الأدوية المتخصصة القادمة للإغاثة الدوائية، يريد تحول لأئمة المساجد لكل مديرية ويوزعوه في كل مرفق صحي، لأنه ما فيش فائدة من السياسة المتبعة لديكم. وكذلك شيوخ الحارات لا قيمة لهم، لأنهم عيون من قبل العهد الفائت وليس من قبل أهل الحارة. برأيي دام عدن تعيش عشوائية وبلطجة في المال العام وفي الأرواح، فياريت تكملوها بالأدوية التخصصية وتوزعوهن أفضل عارفين توزيع المحافظات الأخرى، والقب قبل الولي والفائدة القيوم يرحم المرضى. أنا من أحاول أقرأ المشاركات زي ما توصل وأنتم تتابعوا معي على الشاشة. مشاركة أخيرة، إبراهيم العاقل يقول: ما تعانيه بلادنا من تدهور الوضع الصحي ليس بجديد علينا منذ عقود، وما زاد الطين بالله هو الوضع الذي تمر به البلاد من أزمة عصيبة من حرب أكلة الأخضر واليابس، ورغم ذلك لا وجود لأي برنامج صحي يستثني هذا الوضع ويخفف قصده من المعاناة التي يمر بها المواطن من تدهور لصحته من أمراض مزمنة وحالات إصابات بسبب الحرب القائمة، ولكن نسأل الله يلطف بهذا الشعب المسكين. إذن متواصلين معكم في هذه الحلقة من المنصة، وقبل أن نذهب إلى المحور الثاني فقط أود قراءة بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال تفاعل المشاهدين على البث المباشر على صفحة قناة بلقيس وصفحة البرنامج. تحياتنا للأخ شعيب يقول: للعلم يجب أيضا على الشرعية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المحافظات، وتستطيع الحكومة معالجة هذه المشاكل أولا بصرف رواتب الموظفين في هذه المحافظات، لأنه الربط في تعليقه السابق قال أن هذه المشاكل أكثرها هي موجودة في المحافظات التي ما زالت تقع تحت سلطة الانقلاب. النكنيم وفاء بطبعي يقول: شكرا للقناة والكل العاملين فيها. نذهب إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، والذي سنتناول فيه قضية مهمة تتعلق بإحدى أهم وأقوى الشرائح التي تعتمد عليها الأوطان لتحقيق أي استقرار تنموي ونهضة علمية. موضوعنا عن هجرة الكفاءات الوطنية، الأبعاد والتداعيات والآثار المترتبة عن هجرة الكفاءات الأكاديمية والعلمية، ونزيف الكفاءات الطبية والصحية ومعهم تسرب رأس المال الوطني ممثلا في رجال المال والأعمال، وجميعهم فئات تقوم بهم نهضة الأوطان. عن هذا الموضوع أعد لنا الزميل وديع عطا تقرير يحاول من خلاله تلخيص المشكلة، نذهب لمتابعة التقرير. في ظل الظروف التي يشهدها اليمن، فإن الهجرة باتت خيارا مفروضا على أبناء الوطن الذي يعيش حربا مفتوحة منذ مارس 2015. بطالة طاغية تضاعفت إبان انفجار الوضع العسكري شملت أكثر من 60% من الأيادي العاملة، خصوصا بعد اضطرار نحو 70% من أصحاب المال الوطني لتجميد أو نقل أنشطتهم التجارية للخارج، لتتكبد اليمن خسائر تزيد عن 14 مليار دولار نتيجة تعطل الحركة الاستثمارية. ومع انطلاق عاصفة الحزم بالتزامن مع حملات ضارية استهدفت كل من يناوئون الانقلاب على الشرعية، شهدت المطارات والمنافذ إقبالا غير مسبوق في أوسع هجرة اضطرارية لمئات بل الآلاف بحثا عن مواطن مؤقتة أو دائمة للنجاة بالأرواح والأموال.
وفقا لأقرب الإحصاءات فإن أكثر من 160 ألف يمني غادروا البلاد، كان في مقدمتهم الكفاءات العلمية والطبية وأصحاب رؤوس الأموال بل وقيادات سياسية وعسكرية ومئات الناشطين المناوئين للانقلاب، الأمر الذي يفتح التساؤل عمن يتحمل مسؤولية هجرة أو تهجير الكفاءات الوطنية التي تعد من أهم عناصر القوة وأهم مكونات التنمية الوطنية. وضع مأساوي نتج عن التدهور الأمني والمعيشي أثر مباشرة على حياة رموز العلم في أهم المؤسسات الأكاديمية والطبية وجعل من فكرة الهجرة حلما صعب المنال. الآن بعد أن تابعنا هذا التقرير عن موضوع هجرة الكفاءات الوطنية، بالإمكان استقبال اتصالاتكم وعرض أيضا ما وصلنا منكم من رسائل ومشاركات عبر وسائل التواصل المختلفة، وأذكر بإمكان التواصل معنا من خلال الأرقام المحلية وهي ظاهرة أسفل الشاشة على يمين الشاشة. لدينا اتصال للدكتورة نوريا الأصبحية. يا للدكتورة نوريا. أهلا وسهلا. دكتورة نوريا، باعتقادك ما هي أسباب ودوافع هذه الهجرة للكفاءات الوطنية؟ بداية أشكركم على طرح مثل هذه المواضيع الجوهرية والتي تمثل محور مهم في تنمية البلد ونهضته وتطوره. أما الأسباب فهي كثيرة، سواء كانت داخلية أو خارجية، إلا أننا سنجيزها في بعض النقاط، وسواء كانت قبل الحرب أو ما بعدها. فنحن خاصة في اليمن وفي الشعوب العربية بشكل عام نعاني من عدم وجود البيئة المناسبة لأسباب منها. أولا القيود البيقراطية المقيتة التي نعاني منها في شتى مجالات الحياة، ثم صعوبة الحياة وشحة الإمكانيات، أيضا سوء الأوضاع السياسية في السنوات الأخيرة والابتداء سواء من الحروب والفتن سواء في داخل البلد أو من خارجه، أو ما تعانيه دولة أكيد ينعكس على دولة أخرى في شرقنا الأوسط. أيضا عجز الحكومات على خلق المناخات المناسبة للنشاطات العلمية نتيجة للروتين الحكومي. إضافة لنقطة مشورية وهي مهمة هي غياب الجانب التخطيطي لإدارة البلد، وهذه تعد من أهم الأسباب التي دمرت أوطاننا. عدم توفر التسهيلات أيضا، أيضا انخفاض مستوى المعيشة. كثير من الذين خاصة أخذوا تعليمهم في الخارج ودفعت الدول مليارات لإعدادهم لم يستطيعوا أن يتكيفوا أولا لوجود. طيب دكتورة نوريا، برأيك دكتورة نوريا برأيك ما هي نتائج وتداعيات هذه الهجرة للكفاءات الوطنية؟ خسارة البلد هي خسارة كبيرة حين ينمو بلد على هذه الكفاءات، بالتأكيد بأن دولنا ستخسر أيضا التأخر، لأن الدول الأخرى هي التي ستنتج ونحن سنظل على حالنا. بالإضافة إلى أن التكلفة التاريخية التي تضاف للدول المنتجة، للدول التي استطاعت أن ترتقي بشعوبها، بالإضافة إلى رقي المجتمع، بالإضافة إلى قائمة الإنتاج العلمي، أيضا تلك الدول تسيطر اقتصاديا على دولنا العربية وعلى دولنا النامية. تجسيس منابع العلم من دولنا بالتأكيد أنه سيكون على حساب التاريخ وسيكون على حساب الحضارة وسيكون على حساب الأجيال القادمة، فهي فاتورة باهظة الثمن إن لم نتداركها. ومع الأسف أيضا زادت الهوة بين الدول العربية، وذلك يعني ناتج من حصار فيما بيننا البين. لا تستطيع أن دولة عربية أن تحتفظ بالمخزون العلمي
والتراث العربي للقادة وللقيادات وللكفاءات فيما بيننا البين. مع الأسف الشديد الآن الهجرة هي ليست من دولة عربية إلى دولة عربية بقدر ما هي من الدول العربية والإسلامية إلى الدول الغربية مباشرة، والإغراءات التي يعني ينالها أو تنالها تلك الأدمغة لا تساوي شيء مقابل الإنتاج التي تنتجه تلك الدول وترتقي صناعيا وأيضا في حل مشكلات الحياة. طيب شكرا جزيلا لك دكتورة نوري الأصبحي، كنت معنا من القاهرة. نذهب الآن لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك. أول مشاركة الأخ إبراهيم يقول المفروض تعيد صياغة السؤال، لماذا لا تهاجر كل الكفاءات في اليمن؟ بيئة اليمن بيئة طاردة للإبداع وذلك بسبب الحرب وانتشار الفساد والمحسوبية. الكفاءات إما أن تموت جوع في اليمن أو تضطر للتماهي مع الفساد والدخول في غياهبه. مشاركة أخرى منصور الدبعي، لأن الوطن للأسف لا يبحث عن الكفاءات بل لا يقبلها، يرحب بالمحسوبيات والوساطة والمحاصصة. مستور الجرادي يقول أبرز الأسباب انعدام اهتمام الدولة بهذه الكفاءات نتيجة عدة عوامل، من أهمية تفشي الفساد في مفاصل الدولة، الأمر الذي يشكل بيئة منفرة وطاردة للكفاءات اليمنية التي تشعر مع هكذا وضع أنها غير مرغوب بها ولا مكان لها في مجتمع يغرق في الفساد، ولا مكان فيه إلا للمفسدين ومن يقرؤون ويكتبون فقط. مشاركة أخرى من الأخ سالم يقول لعدم اهتمام الحكومات المستبدة بالكفاءات الوطنية التي ستعمل ضدها. طيب الآن نتابع أيضا بعض من المشاركات التي وصلتنا عن نفس الموضوع، هجرة الكفاءات وأسباب مغادرتهم للوطن وأثر ذلك ربما على الكثير من المجالات في الواقع. نتابع هذه المشاركات ومن ثم نعود لاستقبال اتصالاتكم ومشاركتكم. السبب الرئيسي الذي جعل الكفاءات الوطنية والكفاءات العلمية مقادرة البلاد هي عدم وجود البيئة المهيئة والمشجعة والمحفزة لهذه العقليات، لهؤلاء الأدباء، لهؤلاء الكتاب، لهؤلاء المخترعين، لأنه لا اختراع ولا إبداع ولا تميز إلا بوجود بيئة مهيئة لذلك. كما أن الانقلاب ساهم بشكل كبير جدا، الحجرة الملحوظة للكوادر العلمية التي غادرت اليمن لوجود الصراعات. لدينا اتصال الأخ شعيب، تفضل شعيب. مرحبا أخي سامي، أشكرك أولا وأشكر طاقم برنامج المنصة. شكرا لك شعيب، تعليقك حول هذا الموضوع. نعم أيوة نعم معك، تفضل نسمع تعليقك حول موضوع هجرة الكفاءات الوطنية. أيضا نتابع بعض المشاركات التي وصلتنا حول هذا الموضوع. لعل أبرز الأسباب التي جعلت الكفاءات الوطنية تهاجر الوطن هو الاستبعاد الاجتماعي السياسي والاقتصادي في هذا البلد. كان النظام القائم نظام مشوه ينحدر على مناطقية معينة وعلى سلالة داخل هذا النظام معينة وهي الهاشمية الإمامية. هذه عملت بشكل غير مرئي وغير مشاهد على مدى عقود على استبعاد بقية اليمنيين كاملا من الشراكة في السلطة وفي الثروة وفي الفرص المتاحة رغم ضآلتها. وجد الناس أنفسهم مجبرين على الهجرة ومغادرة الوطن، وكان النجاح يتمثل في الحصول على وظيفة في بلد خارج اليمن لدى معظم اليمنيين، ولذلك ترى بأنه لم ينجح يمني إلا وهو خارج اليمن، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية وكذلك أبناء إقليم سبأ.
تردي الأوضاع في اليمن وخصوصا عند سيطرة الميليشيات الانقلابية على اليمن ودخولها في معمعة جديدة وسيطرتها على الجامعات والانتهاكات التي طالت أساتذة الجامعات والجامعات اليمنية ما أدت إلى مهاجرة إلى هجرة الكثير من الكفاءات اليمنية خصوصا في المجال الأكاديمي أو المجال الهندسي أو المجال الطبي ويتسبب في نعود مرة أخرى للتواصل معكم. لدينا اتصال مرة أخرى يعود لدينا الأخ شعيب. تفضل شعيب. مرحبا أخي. شعيب أنت على الهواء معنا. إذن يبدو أنه في مشكلة في التواصل مع الأخ شعيب. نتابع ايضا مشاركه وصلتنا حول هذا الموضوع. طبعا اسباب رحيل الكفاءات من اليمن بشكل عام ومن سعيد خاصه اولا عدم احتوائهم وعدم تشجيعهم وتوفير لهم البيئه المناسبه سواء من تدريس او توظيف او غيره تهميشهم الى حد النهايه وصب قانون الوساطه في اغلب الجامعات وفي اغلب الشركات وفي اغلب الاماكن المتواجده داخل الفعاله داخل اليمن ايضا لم انسى ان الحرب كانت هي السبب الاكبر في تهجير الكوادر الحقيقيه ومطاردتهم من قبل النظام اليائس سواء نظام صالح او نظام الحوثي وايضا اذا اردنا ان نبحث عن كوادرنا فاننا سنلاقيها اما في الخارج او في السجون او في المقابر ان دل على شيء على حقيقه النظام الذي ظل يحكم ثلاث عقود الى حد اللحظه ما زال يحكم بعنديته ويساعد على تطفيش الكوادر. إذن كانت هذه أيضا مشاركة حول موضوع هجرة الكفاءات من داخل البلاد وصلتنا عبر الواتساب. نشكركم على التفاعل والتواصل معنا. أيضا هنا مشاركة وصلتنا أونلاين الآن في ضمن البث المباشر لهذه الحلقة على صفحة البرنامج على الفيسبوك للأخ جبران القباطي. يقول هجرة الكفاءات نتيجة طبيعية في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة وهذه الكفاءات هي التي تعطي القيمة المضافة لأي بلد ونتيجة هجرتها سيؤدي لصعوبة حقيقية في المستقبل القريب. هكذا يعتقد الأخ جبران القباطي. الآن أيضا نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا عبر الفيسبوك حول هذا الموضوع. طيب المشاركة الأولى من الأخ سمير النهاري يقول اليمن لا يوجد ميدان فيه ورش عمل لكي ينتج فيه كل خبراتهم وكفاءاتهم. أنا أحاول أقرأ التعليقات كما تصل. يعني عزيز الأمير مدرب جودة يقول نظام الحكم في الدول العربية يركز على تسليم المناصب والأعمال لأناس غير مؤهلين كي يسهل التحكم بهم عن بعد، بينما لو عينوا المناسب للعمل سيكون ذو رأي وخبرة في عمله وبالتالي لا ينقاد بسهولة، والتفاصيل تحتاج إلى حلقة. نحن خصصنا حلقة للموضوع. أبو المؤيد يقول نوعين للغربة، غربة تشريف وتكليف وغربة اكتساب للمعيشة، الأولى بحث للعلا والمعالي والثانية هروب وعجز. محمد ناجي يقول عندما لا يجد الشباب البيئة التي تحتضنهم وتحتضن أفكارهم وطموحهم فيضطرون إلى البحث عن مكان يأوي أفكارهم ويقدر إبداعاتهم ويطورها. مشاركة أيضا من الأخ عبد السلام يقول بسبب الجهل والنظام الفاسد الذي رجح البندقية على القلم وجعل الشعب يتمتع بثقافة عمياء وجهل وظلام دامس. للمرة الثالثة ينضم إلينا الأخ شعيب القديمي. شعيب تفضل. مرحبا أخي سامي. أولا أعتذر على التقطعات، لا أدري من عندكم أو من عندي. طيب شعيب لو ترفع صوتك، الصوت عندي ضعيف، لو ترفع صوتك قليل لو سمحت. أولا أشكركم حقيقة على مناقشة مثل هذه القضايا المهمة. ظاهرة هجرة الكفاءات في تزايد مستمر خصوصا في الفترة الأخيرة نتيجة للظروف اللي تمر بها اليمن، الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما جعل كثير من الكفاءات أنها تغادر اليمن. أيضا هناك قانون في اليمن
غير القانون الذي يحكم الطبيعة، وهو قانون الرشاوي والوساطات التي حقيقة تدمر الكثير من الكفاءات. تقوم الدولة أيضا باستقطاب أجانب بدلا عن كفاءات في الوطن الذين لديهم الشهادات التي مقبولة في كل العالم، ولكنهم في 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 اليمن غير مرغوب بهم، مما يضطر الدولة أنها تجيب الأجانب وبالعملة الصعبة، وأبناء الوطن لا الذين لديهم الشهادات والخبرات غير مسموح لهم العمل في في هذه الوظائف. أيضا هناك الجهات المسؤولة والحكومية في وزارة المغتربين، يجب أن يكون هناك جسور تواصل بينها وبين هذه الكفاءات الموجودة في الخارج. هناك تقرير في عام 2013 يقول بأن اليمن تخسر 5 مليار دولار سنويا بسبب هجرات الكفاءات والعقول وأصحاب رأس المال إلى الخارج، لأنهم لم يجدوا البيئة المناسبة والخصبة في الوطن، إما بوجود الاختلالات الأمنية أو الاقتصادية، تدني مستوى الدخل. هناك دكاترة في الخارج قد شعيب، هذه الدراسة كانت عام كم؟ 5 مليار دولار سنويا تخسره اليمن في تقرير عام 2013 بسبب هجرات العقول والكفاءات الخارج والرأسمالية أيضا. طيب شعيب، في موضوع الهجرة، باعتقادك متى يمكن أن تعود هذه الكفاءات إلى الوطن؟ إذا وجدت الأرضية المناسبة والخصبة المناسبة قد تعود هذه الكفاءات إلى أرض الوطن. المواطن اليمني سواء كان رجل أعمال أو كان دكتور أو مهندس أو أكاديمي أو مزارع أو قوى عاملة يحن دائما إلى وطنه وإلى أرضه مهما تغرب في بلاد الغرب، ومهما أصبح يبتلك من الأموال في الخارج، إلا أنه يتمنى أن يعود إلى أرض الوطن ويستثمر فيها. متى ما وجدت البيئة الخصبة والأرض المناسبة هو سيعود. هنا زي ما قلت لك، يجب على وزارة المغتربين أن تعمل جسر تواصل بينها وبين هؤلاء الكفاءات، وأن تعطي لهم الأهمية والأولوية. أيضا تخصيص لهم، إذا دكتور قلب يأتي إلى اليمن ويشغلوه في صيدلية، هنا التدمير الحقيقي. هناك أيضا خلل كبير، أنه ابن مسؤول أو ابن شيخ أو يكون مدير على شخص يمتلك شهادة دكتوراه، درس في الخارج عشرات السنين، ومن ثم يعود يستلم راتب 500 دولار، بينما أجنبي الممرض أو الممرضة في إحدى المستشفيات يستلم 1300 دولار. هنا ما جعل الكفاءات أنها تغادر اليمن. أريد أن نوه إلى أنه 50%، وهذا أيضا تقرير يقول بأنه 50% من الكادر الطبي في اليمن كلهم في الهجرة في الخارج. شكرا جزيلا لك شعيب، يعني أنا تحت لك كل الفرصة ولكل المشاركين والمشاهدين الذين يتواصلوا معنا في البرنامج، لأن هذا البرنامج هو خصيصا مساحة لكم لتقولوا رأيكم حول كل المواضيع التي نطرحها في المنصة. شكرا جزيلا لك. وصلنا الآن إلى فقرة أنت المراسل. هذه الفقرة هي مخصصة لعرض، وهي فقرة مفتوحة نستقبل فيها مشاركاتكم على عناوين البرنامج الظاهرة تباعا على الشاشة. المشاركة الأولى وصلتنا من الناشط الإعلامي عبد الرزاق حمنا، وهو طالب بكلية الإعلام، أسس مع زملاء له مبادرة إنسانية تتمثل في توفير المنهج الجامعي لطلاب الجامعة من فئة المكفوفين بطريقة التسجيل الصوتي. بدأوا المبادرة لمساعدة زملائهم المكفوفين في كلية الإعلام، ومن ثم توسعوا بتوفيرها لبقية المكفوفين في مختلف كليات الجامعة. عبد الرزاق سجل لنا هذا المقطع الذي لخص فيه هذه المبادرة، نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام احتفلنا بالذكرى الثالثة لتأسيسه ملتقى القلوب النيرة. هو مبادرة تطوعية شبابية أنشأناها نحن مجموعة من طلاب كلية الإعلام في جامعة صنعاء لأجل مساعدة الطلاب المكفوفين في الجامعة. يجد الطالب الكفيف صعوبة كبيرة في الحصول على المنهج سواء بطريقة برايل أو مسجل صوتيا، فكانت هذه هي الفكرة الأساسية لإنشاء الملتقى لمساعدته وتسجيل المنهج له.
انتشرنا في عدة كليات داخل الجامعة ونطمح إن شاء الله إلى الأفضل. المادة الثانية وصلتنا من الصديق عز الدين البدح، هو ناشط ممن أطلقوا الحملة الإنسانية التضامنية مع أم المختطف. عز الدين أرسل لنا مقطع يلخص فيه أهداف حملتهم التضامنية والتي أطلقت يوم 8 مارس تزامنا مع الاحتفال العالم بيوم المرأة العالمي، وتستمر هذه الفعالية حتى 21 مارس عيد الأم. نتابع هذا المقطع. في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بالمرأة تحيي أمهات المختطفين في اليمن هذه المناسبة بطريقتهن الخاصة، فعشرات الآلاف من الأمهات والزوجات والأخوات والبنات يعيشن حزنا مستمرا وقلقا بالغا جراء استمرار اختطاف ذويهن وأقاربهن لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع التي قتلت أكثر من 70 مختطفا تحت التعذيب، فيما المئات منهم لا يزال مصيرهم مجهولا. رابطة أمهات المختطفين ناشدت في بلاغ صحفي الناشطين الإعلاميين والحقوقيين ووسائل الإعلام المختلفة والوقوف مع أبنائهن وحشد الرأي العام المحلي والدولي للتضامن معهم ودعوة الميليشيا إلى سرعة إطلاق سراحهم. واستجابة لذلك دشن ناشطون مظاهرة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج أم المختطف، شارك فيها ناشطون محليون ودوليون. الحملة تستمر حتى 21 من مارس الجاري الذي يصادف عيد الأم، وهي تهدف أيضا لإسماع العالم صوت أمهات المختطفين وصرخات أبنائهم الواقعين تحت سياط التعذيب الحوثي الذي لا يعرف دينا أو قانونا أو عرفا. رابطة أمهات المختطفين أكدت رفضها القاطع استخدام أبنائها في المقايضات السياسية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم وهيئات الأمم المتحدة المخولة بحماية حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والقيام بواجباتهم تجاه المختطفين. عز الدين البدح لبرنامج المنصة. المشاركة الثالثة وصلتنا من خطاط يمني برع في الخط العربي، ساقته الظروف إلى اسطنبول التركية، استطاع أن يلفت بموهبته الجهات التركية المعنية بالفنون، وجد الرعاية ونال الجنسية التركية. نتابع ما أرسله لنا الخطاط المبدع زكي الهاشمي. حيث ولدت العربية ولد، هناك بين جبال اليمن أخذت استقامة الألف وليونة الياء وجمال الواو، ولأن لكل ذي فن حكاية فقد بدأت فيه مع النظر نظرة المحب لحبيبه، رأيت تمايله غزلا ونقطته اعتمادا، ولأن على المحب أن يسعى للقاء قطعت المسافات متنقلا بين فنون البلاد حتى وجدت إسطنبول عاصمة الفن ووجهة طالبيه، فأورثتني حرفها الذي لا يموت وحملتني لصانعيه فيها وهم للعالم سلاطين والفن كله سلطان، فمشقته بين حجارتها ومآذنها وعلى جنبات محاربها، ولأن هذا الحب أحياني وهبت له حياتي. الخط وكما يعرفه مريدوه هندسة روحانية. وعبر الهاتف ينضم إلينا زكي الهاشمي. زكي، السؤال المطروح الآن وهو يثير الفضول لدى الكثير من الناس، كيف استطعت لفت انتباه الأتراك إلى موهبتك حتى تحظى بهذه الرعاية وصولا إلى نيلك للجنسية التركية ولم يلتفت إليك أحد من المسؤولين اليمنيين في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة بلقيس على هذا الاهتمام. بالنسبة لموضوع الأتراك خصوصا، فتركيا منذ زمن الدولة العثمانية وهي حاضنة للمجال الفني لا سيما مجال الخط العربي الذي كتبت به كل العلوم خاصة المصاحف، وتعتبر الدولة الوحيدة التي على امتداد 500 سنة تقريبا كانت حاضنة لفن الخط بعد ما طلع فن الخط من العراق أو من بغداد خصوصا. بالنسبة لي أنا حاولت أن أتجه إلى أهم مكان يهتم بالخط وهو إسطنبول في
كما يسميها البعض قبلة الخطاطين. حاولت أن أذهب إلى هناك ويعني حاولت كثيرا وما استطعت في البداية، لكن بالعزيمة الحمد لله وصلت ودرست على أيدي الأساتذة هنا المشهورين ونلت على الإجازة الحمد لله، إجازة الخط. من هنا بدأ الأتراك يعني ينظرون إلى بعض المواهب العربية، لست أنا فقط ولكن هناك مجموعة من الإخوة العرب ما شاء الله قدموا شيء كثير في طيب تركيا. أنا أود أن أستغل الدقيقة الأخيرة في التواصل معك زكي، هل فقط منحت الجنسية التركية لموهبتك أم لأسباب أخرى ربما؟ لا فقط في موهبة الخط العربي، السيادة رئيس الجمهورية هو من أعطى جنسية لبعض الموهوبين المميزين في مجال الخط. في يعني بالنسبة للوضع في اليمن والمبدعين، نحن نتناول يعني كان في هذه الحلقة موضوع هجرة الكفاءات الوطنية، باعتقادك أنت ما هي الأسباب التي تجعل المبدعين يغادرون البلد؟ والله عدم الاهتمام، هذا أهم سبب، ليس عدم الاهتمام فحسب، بل في اليمن للأسف ليس عدم الاهتمام بل محاربة الموهوبين قد تكون بطرق مباشرة أو غير مباشرة، ولكن لا يستطيع أن يعملوا شيء في ظل يعني ما نرى اليوم وقبله كذلك في الحكم السابق. شكرا جزيلا لك زكي الهاشمي، أنت من المواهب واليمن الذين نفخر بهم، لكن للأسف ربما لا مكان لكم في اليمن. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج المنصة، شكرا جزيلا لكم، تحية طاقم البرنامج، كونوا بخير.